صباح الخير واهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. العديد من الاجراءات والخطوات والاليات عملت الهيئه الوطنيه للانتخابات على استحداثها او ايجادها للتيسير على جموع الناخبين المصريين اللي لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسيه اللي خلاص هتبتدي خلال اقل من 24 ساعه. احنا عارفين ان في دعوات وفي تيسيرات من الهيئه الوطنيه للانتخابات علشان تشجع المصريين على المشاركه باكبر عدد ممكن والادلاء بصوتهم واختيار المرشح الافضل اللي هم شايفين ان هو يناسب المرحله القادمه. من ضمن الاجراءات والخطوات اللي عملت الهيئه الوطنيه للانتخابات على ايجادها وجود بطاقه اقتراع على طريقه برايل او موجوده بطريقه برايل للاشخاص المكفوفين، وده للتيسير على المكفوفين بحيث انهم يكونوا قادرين على اختيار المرشح الراغبين في التصويت له باراده حره ودون تدخل اي شخص من الخارج والادلاء بصوته او بصوتهم له بدلا منه رغم ان هو بيكون موجود. هنتعرف على أهمية هذه الخطوة وإزاي أنها خطوة فعلا مهمة لمتحدي الإعاقة خصوصا المكفوفين على ضوء الإجراءات العديدة اللي بتتخذ من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات والدولة ككل للتيسير على كل فئات المجتمع للتصويت في هذه الانتخابات. للحديث حول هذا الإجراء معنا دكتور سيد سعد جودة، عضو مجلس المفوضين بالمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، أمين متحدي الإعاقة بحزب حماة وطن بمحافظة بني سويف. دكتور سيد صباح الخير وأهلا بيك. صباح الخير عليك وعلى كل المصريين. أولا قبل ما نتكلم عن أي حاجة، حضرتك بتشوف إزاي المشهد الانتخابي اللي المترقب إن هو ينطلق غدا بإذن الله خلال أقل من 24 ساعة؟ خلاص ابتدى العد خلال 23 ساعة. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا ده عرس ديمقراطي كبير جدا مصر بتنتظره من فترة كبيرة، والعرس ده ابتدى منذ انطلاق الهيئة الوطنية للانتخابات ودعوة الناخبين للاقتراع ودعوة المرشحين لتقديم طلبات الترشيح، وشفنا ده كمان في التوكيلات اللي كانت بيتم إعدادها للمرشحين من قبل السادة المواطنين. قد إيه المسألة كان فيها سهولة وكان فيها يسر، وما الحمد لله ما فيش أي مشكلات حصلت في المرحلة اللي فاتت، وإن شاء الله تمر الأيام المقبلة بخير وبسلام على مصر كلها ويتم اختيار المرشح الأفضل اللي يكمل المسيرة ويعني يمضي في عملية بناء الدولة المصرية إن شاء الله. العديد من الإجراءات والاستعدادات اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات المشرف الرئيس على هذه الانتخابات علشان تيسر على الناخبين الراغبين في الذهاب للتصويت في الانتخابات. حضرتك بشوف إزاي كل هذه الإجراءات والاستعدادات والتسهيلات الأعلن عنها؟ ده امتداد لمواد الدستور اللي بتنص على التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين السياسي لا يعني الترشح للمقاعد النيابية فقط ولكن تيسير الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل ضمانة الحق السياسي الطبيعي للمواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة عموما وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في عملية الإدلاء بصوتهم لاختيار المرشح الذي يجدونه من وجهة نظرهم هو الأفضل إن شاء الله. وده بيدعم فكرة زي ما حضرتك قلت سرية الاختيار و انه الشخص من ذوي الاعاقه هو ليه كافه الحقوق وعليه كل الواجبات، فالدوله سهلت حقوق كتيره جدا، اصبح واجب علينا احنا كاشخاص ذوي الاعاقه انه نلبي الواجب اللي علينا تجاه دولتنا في ان احنا نخرج في الثلاث ايام المقبله من 9 صباحا ل 9 مساء لاختيار المرشح الافضل الذي تليق به مصر. دكتور يعني واحنا بنتكلم عن هذه الإجراءات والتسهيلات، هل ممكن نتوقع على ضوء وجود بطاقة التصويت اللي موجودة بطريقة براين احنا نشوف اكبر عدد ممكن من المكفوفين المصريين بيذهبوا ويشاركوا بنفسهم في الانتخابات اكتر من الاعداد اللي كانت بتنزل قبل كده؟ اكيد طبعا اكيد، لانه في السابق انت كنت بتدخل اللجنة الانتخابية بتقابل رئيس اللجنة بتقول له لو سمحت أنا من ذوي الإعاقة فلو سمحت ممكن تدليلي بصوتي، فأنا مش عارف هو إدى لمين.
مع ثقتنا الشديده في كل رؤساء اللجان في الانتخابات السابقه، وحضرتك تعلم انه جميع الانتخابات هي مراقبه باشراف قضائي كامل. لكن النهارده ممكن شخص يعني مشارك او مصوت يكون محرج ان هو يقول شخص غير الشخص ممكن الاخر، ممكن يكون محرج انه يفصح عن اعاقته لرئيس اللجنه، لان كثير من الاشخاص ذوي الاعاقه ليست لديهم اعاقه ظاهره، فبالتالي هو بيرى انه ده في نوع من الخجل. لكن النهارده الدولة بتقول بشكل صريح، والهيئة الوطنية للانتخابات بتقول بشكل صريح، جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يجب عليهم الذهاب إلى مراكز الاقتراع. ومراكز الاقتراع لا تعني فقط بطاقة تيسير في بطاقة الانتخابات وفقط، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات راعت الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وإنه يكون فيه كثير من اللجان، لا أقول كل اللجان، كم أيضا الدور الأرضي في الطوابق الأرضية في الأماكن الاقتراع، في متطوعين ميسرين لكل الأشخاص بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، علشان يساعدوهم في الوصول لمكان الاقتراع أو صندوق الاقتراع. أيضا في متطوعين متواجدين علشان يعرفوني رقمي في الكشف كام، والكشف الانتخابي واللجنة بتاعتي رقمها كام، فده بيسهل علي عملية الوصول. كمان الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أصبح ليهم بطاقة مترجمة بلغة الإشارة أيضا، فما بقيناش محتاجين كتير لمعاون. فبالتالي الدولة اتخذت كل التدابير اللازمة. كمان في كراسي متحركة في كتير من اللجان لأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن، والسادة المحافظين والمسؤولين في كل القطاعات اخذوا على عاتقهم مسؤوليه انه يكون في يختاروا الاماكن الاكثر اتاحه اللي فيها رمب وفيها طابق ارض زي ما قلنا، فيها اتاحه كتير لذوي الاعاقه ولكل المواطنين. دكتور سيد، واحنا بنتكلم عن يعني دور المجتمع المدني ويعني تسهيل الامور بالنسبه للمواطنين العاديين، ان هو يعرفهم باهميه المشاركه وايضا دور الاعلام، حضرتك بتشوف ازاي دور المجتمع المدني في الفتره الاخيره ودور الاعلام في تشجيع المواطنين على ضروره الذهاب الى صناديق الاقتراع والادلاء بصوتهم، وايضا بتوضيح كل الاسئله او الشكاوى او اي شيء ملتبس على اي شخص عايز يروح الانتخابات بس لسه مش عارف يعني او عنده تساؤل في جزئيه معينه. شوف حضرتك، هناخدهم الاعلام اشتغل على انه يدينا فيدباك او خلفيه عن الاربع مرشحين اللي موجودين، فبقى عندنا القرار اليقين نختار مين. تمام، سواء اعلام مقروء مسموع، اعلام مقروء ومسموع ومرئي، كل 10 دقائق حضرتك بتشوف وسيله اعلام مين المرشحين المتواجدين، وده شغلته ايه، وده خلفياته ايه، وده السي في بتاعه ايه، فاصبح لدي يقين او قناعه بالشخص اللي انا رايح اديله صوتي. مش عايزين حد يقول ان احنا لو ما رحناش مش لا، بالعكس، انت لازم تروح، لان ده هيفرق معانا كمصريين، وده هيفرق معانا في المرحله المقبله، انه هنقرر مصيرنا، خاصه بتحيط بينا احداث من كل الاتجاهات. فمهم جدا انه العالم كله يشوف المصريين في الثلاث ايام دول ايد واحده، بما فيهم الاشخاص ذوي الاعاقه، بما فيهم المراه، بما فيهم كبار السن، كل اطياف الشعب لازم تكون متكاتفه على قلب رجل واحد، علشان احنا البلد محتاجه لينا كلنا في المرحله دي. والمجتمع المدني اشتغل بشكل قوي جدا، المجلس القومي للمراه اشتغل، حملات طرق الابواب، المجلس القومي لشؤون الاعاقه اشتغل، وفي بروتوكول تعاون بينه وبين الهيئه الوطنيه للانتخابات. الاحزاب السياسيه اشتغلت على عمليات الحشد للمواطنين. القطاع التنفيذي في الحكومه اشتغل على تيسير اللوجستيات امام الناخبين وامام اختيار اماكن الاقتراع زي ما قلنا. فالدوله كلها زي ما بنقول كده بالتعبير البليغ تعزف سيمفونيه واحده بكل اعضاء الدوله من مواطنين وحكومه ومجتمع مدني واعلام. دكتور سيد، في رأي حضرتك، حضرتك عضو مجلس المفوضين بالمنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، إيه هي أبرز مطالبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر من الرئيس القادم، سواء أي من يفوز من المرشحين الأربعة في الانتخابات القادمة إن شاء الله؟ شوف حضرتك، الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وأنا كمراقب في هذا الشأن،
عاشوا أزهى مراحل حياتهم في الفترة القادمة السابقة، وهو انه كان في دستور ينص على حقوقهم، في تمثيل قوي ليهم في البرلمان، في قانون يضمن كافة الحقوق في كافة المجالات. الأشخاص ذوي الإعاقة بيتمنوا من الرئيس القادم أن يفعل الكثير من الحقوق، زي التوظيف في القطاع الحكومي، لازم يبقى فيه توظيف تفعيل لنسبة 5% الأشخاص ذوي الإعاقة، لازم يكون في تقنين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الأشياء، لازم يكون في تعديل لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإسكان الاجتماعي، لازم يكون في تعديل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيكونوا موجودين داخل مظلة الحماية الاجتماعية. احنا النهاردة بتتصرف 600 جنيه لكل معاق، حضرتك الغلاء اللي حاصل دلوقتي غير كافي، لكن موارد الدولة محدودة. أتمنى من الرئيس المقبل إن شاء الله إنه يعمل على زيادة موارد الدولة ويجنب الدولة الحروب والأزمات من أجل النهوض بالشعب في المرحلة المقبلة. دكتور سيد، دون الإشارة إلى أي مرشح من المرشحين الأربعة، بما أننا في فترة صمت انتخابي ودعائي، على ضوء متابعتك لبرامج المرشحين في الانتخابات دي، هل حضرتك راضي عن مستوى اهتمام برامج المرشحين بالأشخاص أو الفئات ذوي الإعاقة في مصر، وكانوا على جدول اهتمامهم في برامجهم الانتخابية؟ في بعض المرشحين، في بعض المرشحين يتعاملوا مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ومش عايز أقول أحدهم، هو بيتعامل مع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة باحترافية شديدة جدا، ولديه رؤية كبيرة أو لديهم رؤية كبيرة في النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطط استراتيجية لتحقيق آمالهم خلال الفترة المقبلة. أخيرا، هل في طلب أو التماس ممكن حضرتك تكون شايف أن المفروض برضو الهيئة الوطنية للانتخابات تاخد بيه للتسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإجراءات والخطوات اللي أعلن عنها؟ أنا بتمنى من الهيئة الوطنية للانتخابات في يوم من الأيام تطبق نظام التصويت الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة. احنا عارفين ان احنا بنبني قاعدة بيانات الاشخاص ذوي الاعاقة في مصر في الفترة الحالية من خلال بطاقات الخدمات المتكاملة اللي بتصدرها وزارة التضامن الاجتماعي. اتمنى انه يتم الاستفادة من هذه القاعدة في الانتخابات والاستفتاءات المقبلة في تطبيق سياسة التصويت الالكتروني للاشخاص ذوي الاعاقة الغير قادرين على الخروج من منازلهم نهائيا. أخيرا دكتور سيد، كلمة أخيرة بتوجهها للأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا الأشخاص العاديين قبل الانتخابات بحوالي أقل من 24 ساعة. والله مصر محتاجة لنا كلنا، وده مش كلام إعلام ولا كلام تلفزيون، فعلا مصر محتاجة لنا في 3 أيام المقبلين. أنت حضرتك قدامك فرصة في 3 أيام دول تقرر مستقبلك وتقرر مصيرك أيا كان المرشح اللي أنت هتختاره. ما تروحش تبطل صوتك، ادي صوتك لمن تراه مستحق. وبتمنى أن ربنا يوفق دولتنا ويعلي من شأنها ويجنبنا ويلات الحروب والصراعات اللي احنا شايفينها الفترة دي. كل برضو ما تزيد نسبة المشاركة في أو المشاركين في الانتخابات دي، كل ما ده بيعطي شرعية أكبر للرئيس القادم وشرعية شعبية في القرارات اللي بيتخذها، وأيضا بيعكس مدى الدعم الشعبي له في القرارات القادمة. أكيد بيعكس كمان مدى الوعي السياسي للشعب، فبالتالي الرئيس القادم هيكون مهتم جدا وشايف انه صندوق الانتخاب هو اللي جابه، مش شخصيته ولا قدرته ولا امكانياته ولا اي حاجه خالص. الصندوق الانتخابي هو اللي بيجيب الشخص، والصندوق الانتخابي هو اللي بيمشي الشخص. طيب، بما اننا خلاص يعني وقت حوارنا خلاص يعني ازف خلاص زي ما بنقول، هل نقدر نقول ان برضو بما اننا حضرتك قلت خلاص كلمه للاشخاص ذوي الاعاقه، كلمه بقى لجموع المصريين كلهم بقى، سواء اللي يعني لسه متردد انه ينزل او نازل او لسه يعني ما عندوش العزيمه انه ينزل، تقول له ايه؟ بقول له صوتك امانه، والامانه دي لازم تاديها بكره ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ان شاء الله ايا كان زي ما قلت، والعالم كله شايفنا، واحنا هنعكس للعالم كله قد ايه وعينا وقد ايه اهتمامنا وقد ايه احنا قادرين على اداره بلدنا وقد ايه احنا قادرين على اختيار
الرئيس اللي هيحكمنا الفتره اللي جايه. دكتور سيد سعد جوده، عضو مجلس المفاوضين بالمنظمه العربيه للاشخاص ذوي الاعاقه، امين متحدي الاعاقه بحزب حماة الوطن بمحافظه بني سويف، شرفتينا وكل التوفيق لحضرتك وكل المصريين ان شاء الله. شرف لي يا نفع. شكرا. شكرا يا نفع. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا النهاردة في هذا الصباح، بكرة إن شاء الله موضوعات جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.